بالعافية يا سعيد. بين 50 مادة أساسية غذائية معروفة، أيها نقدر نقول إنها الأهم لتطور صحة الطفل؟ البروتين، هي وايد أساسي في نمو العضلات وكافة أعضاء الجسم ومنها الدماغ. لغاية عمر 6 أشهر الطفل يحتاج إلى 1.52 جرام من البروتين لكل كيلوغرام من وزنه في اليوم، ولغاية عمر سنة يحتاج 1.2 جرام لكل كيلوغرام من وزنه بروتين. البروتينات عالية الجودة نلاقيها في البيض، مشتقات الحليب، الدجاج، اللحوم، البقوليات، وطبعاً في حليب النمو مخصص للأطفال. على سبيل المثال 30 جرام من صدر دجاج المطبوخ فيه 8 جرام من البروتين. نفس الكمية موجودة في 100 جرام من العدس المطبوخ. ولازم ننتبه، الكثرة بإعطاء البروتين عن الاحتياج اليومي ممكن تأذي الكلى. يعني من عمر سنة إلى 3 سنوات الطفل بحاجة فقط ل 13 جرام من البروتين في اليوم. وبين عمر 4 إلى 6 سنوات يحتاج ل 19 جرام من البروتين في اليوم. وخليني أنا وياك يا سعيد نقول حق المشاهدين إنهم يأخذون هم وأطفالهم الكميات الكافية من البروتين حسب احتياجاتهم اليومية. وعساكم دوم صحة وسعادة.